محاولة لمصلحة ديغاو. ياسر شهراني تحرك سليم من جانبي، سالم الدوسري في المساحة في الاستقبال بالصدر بشكل جميل، ثم بالكرة العرضية بداية الطريقة، لكن حارس المرمى خلاصها ممتازة من جانب سالم، ممتازة من سالم. ياسر مرة أخرى تدخل، ياسر تحرك وكرة، جميلة يا ولد، روعة يا ولد، تسديدة في مرمى فولاد وهدف ثاني للزعيم. الله يا ياسر، هنا خطفها، هنا ضربها، هنا أصابهم، هنا سجل في مرماهم، هنا انطلق، هنا احتفل، هنا الزعيم، هنا ليلة من ليالي الزعيم، وهنا الثاني لياسر. الله يا سهراني، الله يا سهراني.